وإلى لبنان مع صورة للمصور اللبناني طه زهير عكاري لاقت رواجاً واسعاً وتم تداولها بكثرة مع بداية الحرائق في شهر أكتوبر الماضي. فهذه الصورة إلا ما تكون مرت عليكم أو استوقفتكم وأنتم بتتصفحوا حساباتكم الاجتماعية، فهي لرجل من ذوي الإعاقة لكنه واقف بينظف ساحة النور في طرابلس بعد يوم طويل من التظاهرات، برغم من أنه قدمه مبتورة ومتكئ على عكاز. ناس كثير وقتها تعاطفت مع الشاب وبدأت تتساءل عن اسمه وهويته، وهو الأمر اللي خلى وسائل الإعلام تدافع لساحة النور بحثاً عنه لمقابلته. خلينا نتوقف مع إحدى هذه المقابلات. عارف عن حالك؟ عمل الزعبي زورجي. بس كيف انعرفت؟ سوري إذا عم بصور إجرك. لا فداك. أوكي 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 وخبرني شو قصتك هون، كيف انعرفت بهاي الثورة؟ عرفت دور الصورة صورني إياها طه، صور كان شاطر صورني وكان بقلب الثورة، كنت قاعد عم كنس مع الشباب عم ساعدهم، يعني هاي شغلتي على طول، يعني من الشيء اللي أنت بتعمله قبل بتوثق الدنيا بترجع بتنظف الدنيا، يعني هاي الشغلة. وفي مقابلة خاصة مع موقع اندبندنت بالعربي فاض محمد الزعبي بالكلام وقال انه تعرض لحادث في عمر السنتين فقط وتطور وضعه الصحي الى ان اضطر الاطباء الى بتر ساقه اليسرى في 9 من عمره. انعكست هذه التجربة على حالته النفسية فلزم المنزل طوال فترة المراهقة، ولكن مع حصوله على شهادة البكالوريا المهنية بدأ يشعر ببعض التغيير، وقال ايضا انه اب لاربع بنات وبيطمح انه تطور الاحتجاجات القوانين الخاصة بفئة ذوي الإعاقة في لبنان. وبعد ما خرجت قصته للنور زاد التعاطف مع محمد الزعبي واللبنانيين صاروا يسموه بأيقونة الحراك، وناس ثانية صارت تبحث عنه لمساعدته مادياً، حتى أنه في دكتور لبناني شهير تعهد عبر حسابه على إنستغرام بالتكفل في تركيب طرف اصطناعي للزعبي، وبالفعل بعد أقل من شهرين نفذ الدكتور وعده لمحمد ورجع نشر عبر حسابه فيديو بيوثق أولى خطوات محمد وهو بيمشي.